إن شاء الله بإذن الله في مؤتمر كبير يوم 8 هتنظمه لجنة المرأة طبعا مع بهية. في كمان بروتوكول بين النادي الأهلي وبهية. في إن شاء الله النهاردة زيارة لبهية لتدعيم المحاربات وحضور حفل اللي بتعمله بتقيم المحاربات بيقيموا بهية لتدعيم المحاربات. هو في البداية إن شاء الله بإذن الله هيكون طبعا إحنا هنا هنصور ريبورتاج في الزيارة، هيتعرض ريبورتاج عن بهية وهيتعرض عن ريبورتاج عن خدماتها واللي بتقدمه وإزاي طريقة الكشف المبكر وإزاي يحجزوا السيدات، وطبعا هم هيقدموا دعم السيدات النادي الأهلي إن هم يجوا يكشفوا هنا من غير دور. كمان إن شاء الله المؤتمر أول حاجة هيتضمن في البداية هيتضمن عرض الريبورتاج اللي إحنا هنصوره هنا. تاني حاجة هيكون في تدعيم نفسي، دكتوره دعم نفسي، في دكتوره هتوري السيدات ازاي يعملوا كشف مبكر، وطبعا داعيين شخصيات عامه كتيره طبعا بتدعيم من مجلس الاداره ورئيس اللجنه العليا للجان. طبعا اتصلنا ببهيه ورحنا كذا يعني قعدنا كذا ميتنج معاهم، وطبعا اتفقنا على شكل المؤتمر هيبقى ازاي وشكل الزياره هيبقى ازاي. وطبعا ان شاء الله يوم المؤتمر هيتقسم لثلاث اجزاء. في الاول هتبقى الريبورتاج، في الجزء الثاني هيبقى ازاي يكتشفوا المرض وازاي السيدات يقدروا يعرفوا المرض عن طريق دكاتره متخصصين في ده. الجزء الثالث ان شاء الله هيبقى كل يعني 4 أو 5 محاربات هيطلعوا يحكوا قصه حياتهم وازاي قدروا يتغلبوا على المرض.